مشاهدينا الكرام متابعينا عبر بوابة الأغلبية الصامتة غير أونلاين، معنا أعضاء الهيئة الوطنية للنقل المزدوج هنا بفرع تنغير، ممثلها معنا رئيس الهيئة. مرحبا سيد رئيس. سيد رئيس، الإضراب الآن لسيادة الأجراء قطاع النقل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدشة أو الفدرالية الديمقراطية للشغل أضربت، وفي لافتة من لافتتها تتهمكم بأنكم أن السلطات تتواطأ معكم، سمت ذلك على حد تعبيرها بأنه تواطؤ مفضوح وكذا. ما رأيكم أنتم في هذا الملف؟ وسموكم أطلقوا عليكم النقل القروي بأنكم لم تلتزموا بالقوانين المعمول بها على حد تعبيرهم إلى آخره. الكل ربما القضية في بالكم أو القضية يعني تعرفونها. مرحبا سيد رئيس، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإضراب حق، وحق دستوري لأي كان ولأي واحد أن يحتج، لكن الاحتجاج يجب أن يكون وفق مطلب شرعي، وفق مطلب شرعي. هذا الإضراب الذي يطلب به أشياء قد تم نقاشها ونقاشها في جولات من النقاش على مستوى تحت إشراف السلطات المحلية. يعني حضرت السلطات المحلية أثناء حواركم؟ أثناء حضور السلطات المحلية، وهناك مبادرة عملية في الصيف الماضي للعام، السيد العام وضع خطة بين المهنيين، بين قطاع النقل سيارة الأجرة الكبيرة وسيارة الأجرة الصغيرة وقطاع النقل المزدوج. لكن هذه المبادرة، ما هي هذه الخطة؟ خطة وهو لوضع مجموعة من المشاكل على طاولة النقاش بين قطاع النقل المزدوج وبين قطاع سيارة الأجرة. وضعت جميع المشاكل في إطار جولات متكررة ومتعددة. أول شيء كان أرضية لهذا النقاش هو تحديد احترام المسار للجميع، للكل، ليس فقط نقل المزدوج أو هذا أو هذا. احترام المسار، احترام الحمولة، ثم القضاء على النقل السري. لأن هذه الأرضية التي وضعت في الحوار، في أول حوار انعقد بيننا وبينهم، أي بين قطاع الأجرة، بين سيارة الأجرة. سرنا في هذه المبادرة بسكوبين في إطار لجنة مختلطة بين الطرفين، وسرنا في جولات، حوارات انعقدت في العمالة وحوارات انعقدت في البشوية. لكن نفاجأ يوما انسحاب الإخوة في القطاع سيارة الأجرة من الحوار. حجتهم في ذلك أن السلطات تأتي في اتجاه النقل المزدوج، وهذا عري من الصحة. ما كان أن الوزارة الوصية أو المصلحة الوصية على النقل المزدوج أتت بوثائق تثبت لهم كيفية اشتغال النقل المزدوج. عندما لم يجدوا في هذه الوثائق ما يشفي غالي لهم، انسحبوا من الحوار بتقديم بيان إلى السيد باشا بأننا نعتذر عن الحضور، عن استمرار في النقاش، لأننا اتفقنا على أن يطرح قانون النقل المزدوج وقانون سيارة الأجرة. توقفنا هنا عندما طرح قانون النقل المزدوج، وانسحبوا حتى ليطرح قانونهم أمام السلطات. هذا عجز، نعتبره عجز وانهزام. مسألة تواطؤ السلطات مع النقل المزدوج، فالسلطات هي التي ستجيب عن هذا السؤال. أعتقد أن سلطات المراقبة لديها إحصائيات تثبت بها مدى مراقبتها لقطاع النقل، وبالأخص قطاع النقل المزدوج. يتهمون السلطة بغيابها عن الساحة، لم تغب عن الساحة، لكن بناء على الإحصائيات التي اتبعناها نحن في الميدان وعلى الإحصائيات التي لدى سلطة المراقبة، أن النقل المزدوج هو الذي يراقب باستمرار ودائما. أما هذا الغياب نسجله في ميدانه،
لا تراقب وبالنسبه لانكم لا تراقب سياره الاجره. انتم تستغلون المدار الحضاري اكثر من المدار الكهربائي، كيف تردون على هذا؟ النقل المزدوج لا يشتغل بتاتا في المجال الحضاري. من يقول بان النقل المزدوج يشتغل في المجال الحضاري فها مخطئ. دابا كيقول لكم بانكم انتما النقل كيبقى على النقل المزدوج. النقل المزدوج يطبق ما في رخصته، عنده نقطة الانطلاق ثم نقطة الرجوع، وهذا الانطلاق وهذا الرجوع يرتبط بالحمولة، ينطلق يحمل الحمولة ويرجع بالحمولة. ولكن يقول بأنه كتهزوا في الطريق ولا تأخذوا في الطريق. له الحق أن يأخذ عندما يخرج من المحطة، عندما يبتعد عن المحطة للأنماط الأخرى أو محطته بإمكانه، ملزم كما جاء في المذكرة الوزارية، ملزم بأن يأخذ، بأن يقف، أن يتوقف ليأخذ الركاب أو ينزلهم على مدى مساره، أقول على مدى مساره إلى أن يصل إلى نقطة انطلاقه. إذن النقل المزدوج لا يشتغل في المجال الحضري، لا يدخل إلى 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 الأحياء، ويقوم بوظيفة سيارة الأجرة الصغيرة. أما الذي يقتحم الميدان الذي ليس ميدانه يسير الأجرة الكبيرة، فالمجال الحضري لسيارة الأجرة الصغيرة أو لنمط آخر قد يأتي يوما ما. لأن ما حصل في الرشيدية، لحل الناس إلى 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 الرأي العام إلى الرشيدية ما وقع فيها الآن، أن السلطة نظرت لتطبيق ظاهر 1963 الذي يلزم قطاع سيارة الأجرة بأن تطبق سيارة الأجرة الكبيرة، أن تطبق ما لها. انتهى، لقد اتى صاحب الميدان، جا الطوبيس، كان في طاكسي كتغوت غوتات عليهم، ونزل سلطه المراقبه بمعاقبه. والذين بالنسبه للرخص، هناك يتهمونكم يعني كنت معهم قبل قليل مع اصحاب سيره الاوتيل الكبيره، قالوا بان هناك بعض الخروقات من هنا وهناك حول الرخص، هناك من يستلم رخصه للنقل المستخدمين وفي نفس الوقت رخصه للنقل المزدوج. هناك يقول بان هناك هذه الرخص تسلم بطريقه غير قانونيه احيانا. نعم ماشي مشكل لكم الحق، ماشي مشكل، ممكن ترد يا اخي الامل جواب العربيه كما ماشي مشكل يا اخي. والسيد العام او لا باشا مدينه او لا قائد مدينه، يعني قائد القياده، واش ما عندوش واحد الاختصاصيات؟ واش ماشي هو اللي كيسير البلاد؟ راه يمكن يعطي الرخصه للخطاف بعض الاحيان في المسيره ديال الدار البيضاء تضامنا او تنديدا بالممارسات الاعلاميه ديال الصباليا. شكون اللي يفك السلطات المحليه بترخيص من السيد القائد؟ يعني اذا كانت هذه الرخصه تيجي في السيد القائد بانها ضروري تعطي له واحد الرخصه باش تنقل المستخدمين، فين عندهم شي ضرر في نقل المستخدمين؟ فين كاين شي ضرر بالنسبه للكرون طاكسي؟ اذا هنا كيحاولوا يقلبوك على شي حوايج تفاهه هذه وهذه وهذه. شنو انتما دابا الان في حاله قطيعه معاهم؟ استدام، ما كاين تواصل، ما كاين حوار. هما اللي قطعوا الحوار ديال واحد اللجنه مختلطه كان دارها السيد العام على اساس اننا نزلوا للطاوله وغادي تحط القانون ديال النقل المزدوج وغادي تحط القانون ديال الطاكسي. فوجئنا ملي تحط القانون ديال النقل المزدوج من طرف المصلحه ديال الوزاره الوصيه، درنا في الاجتماع المقبل غادي يجي القانون ديال الطاكسي، انسحبوا. واش خايفين من القانون ديالهم؟ الدائره 63 راه واضح، القانون ديال 20 كيلومتر واضح، القانون ديال 50 كيلومتر واضح، القانون ديال ما فوق 50 كيلومتر واضح. الاشتغال في المجال الحضاري، هل النقل المزدوج كيدخل حتى للزاكس؟ هل النقل المزدوج كيمشي يشتغل في الوفاء؟ هل النقل المزدوج تمشي يخدم في فالور؟ اذا الان حاليا باش نمشيو نحاولوا نجيو نلحقوا الواقعيه، واش بالنسبه لكم دابا باش نكونوا سميتو واقعيين، دابا شنو هو الحل في النظر ديالكم انتم كالهيئه ديال النقل المزدوج هنا بيتين غير؟ الحل ديالها شنو هو الحل ديال هذا المشكل دابا؟ هما مضربين وانتم كذا، يعني كاين هذا سميتو، شنو هو الحل؟ الحل اللي هو توافقي او اللي كيناس بالجميع او اللي كذا، ممكن انه ينتهي هذا الخلاف نظر ديالكم؟ من يمتلك هذا؟ واش عندكم شي مبادرات ممكن تديروها؟ الحل عندهم،
الذي ليست له جراء أن يقدم نقدا ذاتيا لنفسه وأن يعترف بنفسه وأن يحدد للرأي العام من هو، أعتقد بأنه لا يريد إلا الفوضى. نحن نقول من نحن، معناته دائما أن لديهم خلفيات أو لديهم كذا، عندهم أخطاء وعندهم خروقات لا يريدون أن يعترفوا بها أبدا وبتاتا. ما عندهمش خلفيات، ما عندهمش خلفيات. النقل المزدوج، اسمح اسمح، النقل المزدوج لم يشتكي يوما على سيارة الأجرة أبدا، رغم خروقاتها ورغم 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 اشتغالها بوضعيات غير قانونية. بحالك عندنا بعض الخروقات اللي كيديروا مثلا عدم احترام نقطة الانطلاق، أساطيل من السيارات تنزل هنا يوميا وليس لها حق أن تنطلق من تنغير. غير مرخصة. ديال مثلا اسم ديالها فاش كتجي؟ ديال النيف، ديال تنجداد، بومال، وهلو مجر، جميع المناطق تنزل هنا. وتحمل الحمولة هنا. هذا نعتبره نقل سري. هذا نقل سري. كيف يدعو إلى محاربة النقل السري وهو يمارسه يوميا؟ هنا يمارس النقل السري يوميا. رغم ذلك نحن تغاضينا عن ذلك لأننا نضع نصب أعيننا أمن هذا الوطن، هذا الأمن الذي ينعم به هذا الوطن، نحن نضعه نصب أعيننا. والأول الذي يستفيد والآخر الذي يستفيد من هذا النقل رغم ورغم الخروقات ورغم ورغم هو المواطن، لأننا كإطارات يستفيد أو لا يستفيد، كأننا لأننا في هذه الإطارات نحمل هذا الهاجس التنموي للمنطقة، أن الجانب الاجتماعي هو هاجسنا أكثر من أشياء أخرى، أكثر من الكسب المادي. نريد لها النقل المزدوج أن يؤدي وظيفة اجتماعية بامتياز في هذه المنطقة، أن يساهم في تنمية المنطقة، أن يفك العجز عن العالم القروي. ولكن بعض الناس يخاف بأن غالية، كيقول كاين اللي كيقول بأن التسعيرة ديالكم غالية. التسعيرة موحدة موحدة يا بالعكس. يا اخي شوف دابا انخفض الثمن ديال المازوت والشي وما انتم ما خدمتوا والو. نعم ماشي مشكل بالنسبة للتسعيرة. نعم غتمشي لزارزو شحال باش كيدو شحال باش كيديو، غتمشي لبزورو وسير سول شحال باش كيديو الوارد الزاز. مع الماز كتوصل التسعيرة 100 درهم 100 درهم يا اخي 100 درهم من البلاصة. كيقولوا بان الضرائب هما كيخلصوا اكثر من خلصوا نسبه الضرائب. بالعكس عندنا الضريبه الزجاجيه، عندنا دو فيزيت في العالم، عندهم وحده وما كيخلصوا والو. ناصو راسك ديالنا اكثر من ديالهم. فين 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 الضرائب اللي عندهم؟ ما عندهم حتى شي ضريبه بعد. اولا ما عندهم حتى خلصوا البلديه كيخلصوا البلديه. انا كنخلصوا وعندهم الكري ديالهم اللي عنده صحاب ديال الرخاص بياسو. حتى حنا راه كاينين اللي مكري البارك راه كنخلصوا كيخلصوا. حنا تندوزو دو فيزيت في العام وهما غير وحده. حنا كنخلصو 1500 درهم في الضريبه ديال الزجاج اللي عندك ديال لافينيت وهما ما كيخلصوهاش. فين هاد الضرائب؟ اش مزيخلصو؟ بالعكس بالعكس، المصاريف المصاريف ديال النقل المزدوج اكثر بكثير عن المصاريف ديال الطاكسي. ولكن ما كندخلوش حنا فهادشي. كيقولوا بان التورنوب ولا سميتو كديروا انتما بزاف هذا الركولاج نقول أيه. طب العكس. تدور الماء والصداع وكد. كل ما تخرج وطاطاطاط وزبرستوا عيب الله والغبرة وحد الأمور كي تعمقوا بها. كي يقولوا بأن أنت ما كتسيئوا المنظر ديال المدينة وعندك شيء شوية ذاك. بالعكس. وأنا كمان أتهمكم بأن ذاك الشيء بعد تصرفات المتخلفة. كم على حد تعبيري أنا كاين الفيديو رجعوا لي أنا غير كيقول لكم الفيديو كاين معنا. أفكار تافهة نعتبر أفكار تافهة. عرفت النقل المزدوج، النقل المزدوج مشروع يقام على صاحبه بأكثر من 20 مليون سنتيم، أكثر من 20 مليون سنتيم. كيف تتصور عربة ب 20 مليون سنتيم أن تكون تضر بجمالية المدينة؟ ما هذا الغراء؟ الغراء ماذا هذا الغراء والغراء؟ هذه مبررات لا أساس، هذه أمور تافهة، هذه أمور تافهة. جوهر المشكل ليس في هذا، جوهر المشكل عندهم أنهم ألفوا يوما ما
ان ليست هناك ان لن تظهر منافسه في يوم ما. الشيء اللي ولفوا ولكن ما كاينش باش بان السلطات هي ساهمت في تهزيم الوضع. السلطات هي دابا ازمات الوضع من خلال منح الرخص وكذا وكذا تعطي بدون كيف ازمت السلطات الوضع؟ يعني دابا ما كاينش ما دارتش قوانين منافسة ودارت امور لمنافسه شريفه كما في بعض الدول اللي كل واحد يختار براسو. هناك منافسه هناك رفع التحدي حنا كنرفعوا التحدي. قول لهاد السلطه تجيب القانون ديال الطاكسي على القانون ديال المزدوج عندنا وتنزل تنزل الطريق طبق. كنرفعوا التحدي هذا. اما عن العربات راه كلشي العربات اللي عندنا في الغرام كلهم جايين من القطاع ديال السياحه. ويمكن لك تمكن لك تاخذ لي فوطو ديال 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 المحطه ديال النقل المزدوج ولا ولا انا شرف ها وتمشي تشوف النقل المزدوج ديال شي مناطق اخرى. مصطفى عربات مأخوذة من القطاع ديال النقل السياحي. يعني تا لو كونتر فيزيت ما دوزناهاش نادرا لجودة هاد النمط. ويا ريت نلقاو شي دعم كما لقاوه ومازال كان خدامين في البيجو ديال 1976. شكون اللي يقولوا بان صعب لان الارضيه عاوتاني ديال الوزاره باش تخرج عاوتاني الاسطول الجديد هذا كي قالوا بانه ما صعب عليهم وكذا وما يمكنش. حنا ما كنخرجوش كل ارضيه حنا ما كنخرجوهمش الله يسخر لهم. حنا ما كرهناش نشوفوا الطاكسيات في المستوى والمهنيين ديال الطاكسيات هما اللي كيعرفوا النوع ديال الطاكسيات اللي غادي يخدموا لهم ويرجع لهم. حنا ما كندخلوش باش صافي الله يجعلهم يجيبوا لهم اللي كانت كتما نعرف كي دايرين ويدعموهم. هادوك راه مهنيين ما كننتقدوش هاد المسائل هادي لا. وحتى انا نمشيو نطلبوا به على اساس ان القطاع وحتى ديال الكيران مثلا اللي تحيدوا ديك الكيران مثلا تعطي لهم الدعم تاهما خرجوا الضفراس كاع. حنا ما كرهناش حنا ما تندخلوش في هاد المسائل. الاصول ديال حتى ديال الكيران ما كندخلوش في هاد المسائل. حنا كندخلوا هنا في هاد المدينه ديالنا الوصي الوحيد والحاجه باش غادي تنظم وكل واحد يلتزم هو تطبيق القانون على الجميع كما شفتي في واحد المسائل. مطلبنا قطعنا القانون على الجميع مطلبنا القانون على الجميع مطلبنا. اما بالنسبه باش نرجع شويه لورا التواطؤ ديال السلطات مع حنا كنرفعوا التحدي تيكون البراج ما تيراقبوا غير النقل المزدوج يتسناوه حتى يجي عاد يراقبوا والطاكسي كدير ما بغاش. بعض المرات الطاكسي ديال هما كيقولوا بان كاع ما كايناش مراقبه اصحاب النقل المراقبه ديال الشرطه وديال الدرك الملكي قال لك هما ما كيديروش الواجب ديالهم في هذا الاتجاه هذا لا من جهتكم ولا من جهتهم. وانتم كصحفيين عاوتاني راكم في البلاد كتشوفوا كتراقبوا كتشوفوا قلت لكم حتى انتم انا غير هما اللي قالوا هو اللي بغى يقول يقول الحمد لله دابا الاعلام راه كاين الحريه للجميع راه مقوله تحمل المسؤوليه ديالو بحكم القانون كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. الدرك الملكي تيتواجد الامن الوطني تيتواجد ولكن اش كيدير هذا الامن الوطني اش كيدير هذا الدرك الملكي. حنا كمهني ديال النقل المزدوج انهم كيراقبوا غير النقل المزدوج لا قل ولا اكثر. وحنا احترمنا القرار ديال السيد العام زيدوا راقبوا. حنا ما عمرنا شكينا على الامن الوطني ولا الدرك الملكي ملي كيجيو شي مخالفه كنشكيو علاش ما كيراقبوش غير النقل المزدوج. وهنا الامور تضبط المراقبه للجميع للجميع باش تضبط الامور وكل واحد ينضاف. اذا شي كلمه اللي ممكن نقولوها في الاخير ولا شي رساله اللي ممكن تقولوها سواء للسياسه الكبيره ولا للسلطات المحليه ولا حتى الوزاره الوصيه نقول اننا في قطاعنا والحكومه المغربيه اننا في قطاعنا والدوله المسؤوله نعمل من اجل تنميه هذا البلد والحفاظ على امن هذا البلد خاصه في هذه الظرفيه الحساسه التي يمر بها العالم. ونحن نقول ان من اراد الحق لا يخطئ اليه السبيل. من اراد الحق يجب ان يمر له عبر سبيله الحقيقي لا للوهم لا للاباطيل ولا للاساطير ولا لبيع الاكاذيب للمواطنين. هذا ما نقول به هذا ما نتحلى به. نحن في قطاعنا من هذا الموقع نحترم القانون نعم للقانون القانون على الجميع القانون فوق الجميع ونعمل أي توافق
لأي توافق من أي جهة منك. نحن أهل للحوار، لا يخفنا الحوار ولا يرهبنا أن نتنازل عن حقنا أحيانا إذا هذا سيخدم مصلحة الوطن، لكن أن أتنازل لمن هو نقي في مبادئه ونقي في عمله. نتمنى بمعنى أن هذوك ماشي نقيين ولا شنو هذوك كيف فهمنا؟ نتمنى اللي واخا كان ماشي أننا اللي نقي في العمل ديالو، اللي يعترف بالأخطاء ديالو ويأمن ما له وما عليه، أن أؤمن بمالي وما علي، ثم نأتي إلى الطاولة ونتوافق إذا كان هناك ما يمكن أن نتوافق عليه لمصلحة المواطن ومصلحة الوطن والمواطنين. شكرا لزيلان. مشاهدي الكرام نترككم إلى نتمنى أن يأخذ هذا الملف طريقه إلى الحل جميعا، سواء الملف في النقل المزدوج أو ملف السيارة الأسرة الكبيرة. شكرا لكم جميعا.